درس جديد من دروس اللغة الإنجليزية يقدمه لكم مستر وجد نبيل من قناة دروس ببلاش، فابقوا معنا. أعزائي طلاب وطالبات سنة تالتة إعدادي، نكمل مع بعض حل كتاب المعاصر المراجعة النهائية. وصلنا لحل النموذج الـ11 والـ12 على قناة دروس بلاش في كتاب المراجعة النهائية، مش كتاب A Week is Enough، الترم الثاني 2022. في بداية كل فيديو بنحب نقول بعض أسماء المشاركة على قناة دروس بلاش. النهارده معانا رقم 1 كيرلس الصياد، رقم 2 يوسف الكيلاني، رقم 3 محمود رفاعي عبد الله. في أول تعليق أسفل الفيديو هتلاقي قائمة تشغيل بشرح المنهج كاملا من الوحدة 7 لغاية الوحدة 12، كمان في قائمة تشغيل بحل كتاب المعاصر المراجعة النهائية الترم الثاني، كمان في قائمة تشغيل خاصة بكيفية كتابة المقال النقدي والقصة القصيرة والسيرة الذاتية. عندنا page 110 صفحة 110 model test 11. طبعا خلاص اتفقنا وشكل الامتحان ايه وكل القصة دي. عندنا اول سؤال finish the following dialogue. أحمد is telling كريم about his birthday party. طبعا بيجي لك ديالوج 10 exchanges، عندنا 5 gaps خمس فراغات، فراغين منهم بيبقى على هيئة أسئلة وثلاثة على هيئة إجابات. أحمد is telling كريم about his birthday party. أحمد بيقول لكريم وبتكلم مع كريم عن حفلة عيد ميلاده. أحمد you know كريم my birthday is next Friday. أنت عارف يا كريم إن عيد ميلادي يوم الجمعة الجاية. فكريم really طبعا اكيد هيقول له happy birthday. احمد بيقول له I'm going to give a party، انا ناوي اعمل حفله كده يعني. Are you free to join us؟ ما اعتقدش ان كريم هيرفض، هيقول له ايه yes of course or yes sure. خلي بالك دي اجابات كل ده. بعد كده احمد بيقول له I'm glad you will come، انا مبسوط انك هتيجي. فكريم هيسال سؤال خلي بالك، واحمد بيرد عليه بيقول له many of our friends will come. Many of our friends will come يعني كتير من زمايلنا هيجوا. أكيد كريم هيسأله هيقول له who will come to the party. Who will come to the party؟ مين هيجي الحفلة؟ فأحمد بيقول له many of our friends will come. بعد كده كريم great هيسأل سؤال تاني، بس خلي بالك استنى شوية. بيقول له أحمد بيستغرب علي، أكيد هيسأل كريم سأله عن علي، علي ده واحد من زمايلهم يعني. قال له علي no his mobile is off all the time، الموبايل بتاعه دايما مقفول. فبعد كده كريم هيقول له don't worry، ممكن يبقى كريم يبعت له ايميل او حاجه يعني بعيد عن الموبايل خالص. فهنا هيسأله السؤال كريم what about علي، وماذا عن علي؟ علي no his mobile is off all the time. بعد كده كريم هيقول له don't worry I will send him an email instead، يعني ممكن انا ابعت له ايه ايميل على اعتبار ان الموبايل بايظ او في مشكله ازليه مثلا، فممكن يبعت له ايه ايميل. بعد كده نيجي للسؤال الثاني reading comprehension. بدايه من السؤال الجزئيه الاولى في reading comprehension read and complete the text with words from the following list. طبعا بيجي لك عباره عن تكست كده ست اربع فراغات بست كلمات، بيبقى فيه اتنين جزئية جرامر بناخد منها واحدة، وبعد كده أربعة بناخد منهم تلاتة، بحيث يكون التوتال ايه أربع فراغات بأربع درجات. عندي stronger، عندي strong، عندي space، year، century، telescope. طبعا ال ترجمة الكلمات منفردة يعني ما انصحكش بيها قوي، لأن في بعض الكلمات مش هتعرف تترجمها أو حرف جر. يعني stronger أقوى، strong قوي، space الفضاء، year سنة، century قرن، telescope التلسكوب. طبعا الجزئية دي اللي متابعين برضو دي موجودة قبل ما نحلها يعني في كتاب المدرسة صفحة 36 وفي كتاب المعاصر صفحة 198. كتاب المدرسة 36، كتاب المعاصر صفحة 198. نحل على طول كده. هنا بيقول لي before the beginning of the 17th century يعني قبل بداية القرن 17 astronomers العلماء الفلك had only studied كانوا بيدرسوا فقط الـ space الفضاء with their own eyes بعينهم الشخصية أو المجردة. Then in 1608
1608 the space was invented. تم اختراع الايه؟ the telescope was invented. The Italian astronomer Galileo improved the design. يعني عالم الفلك اللي هو جاليليو الإيطالي اخترع أو تطور هذا التصميم. He made the lenses stronger. طبعا هنا stronger مش strong. خلى العدسات أقوى. So that he could study the planets in our solar system. يعني عشان كده استطاع دراسة الكواكب في مجموعاتنا الشمسية. يبقى ما خدناش strong وما خدناش year. بعد كده read the following text then answer the questions. هنقرأ قطعة وبعد كده نحل الأسئلة اللي عليها. Robert Tang was born in Kuala Lumpur, the capital of Malaysia. يعني يقول لك ان واحد اسمه روبرت تانج ولد في كوالا لامبور. كما خلي بالك كما يعني هيفسر لك اللي بعدها اللي هي كوالا لامبور اللي عاصمة ماليزيا. He lived there for 10 years while his father was working there. يعني عايش هناك لمدة 10 سنين لما كان برضو بابا بيشتغل هناك. He used to go to a primary school with his cousin. يعني كان متعود انه يروح لمدرسة ابتدائية مع ابن عمه وابن خاله. بنت عمه وبنت خاله يعني مش مشكلة. He used to be good at math. يعني كان متعود انه برضو يكون كويس في الرياضيات. But he didn't used to be good at sports. وبس ما كانش كويس في الرياضات. خلي بالك دي الرياضيات اللي هي الماث mathematics. لكن سبورتس اللي هو الرياضة لعب الكورة يعني مثلا. Now he lives with his family in Singapore. يعني دلوقتي بيعيش مع عائلته في سنغافورة. سنغافورة ودي دولة في جنوب شرق آسيا. He goes to Gwangyang Secondary School and his favorite subjects are computer studies and history. يعني دلوقتي بيروح لمدرسة Gwangyang الثانوية والمواد المفضلة بتاعته طبعا الحاسب الآلي and history والتاريخ. His best friend's name is Lee. يعني صديقه المقرب اسمه لي. He likes him because he makes him laugh. يعني بيحبه لأنه بيخليه بيجعله يضحك. يعني بيهزروا مع بعض شكلهم كتير. When he grows up, لما يكبر, Robert is not going to be a businessman like his dad. يعني مش عايز يبقى رجل أعمال كده زي إيه زي بابا. He hopes he will be a doctor. يتمنى أو يأمل أنه يكون طبيب. Perhaps he will live in a big house with a swimming pool. تطلعات الرجل ده طموح قوي يعني. خلي بالك من موضوع طموح ده لأن هنكتبها كلمة ambitious يعني طموح. ربما يعني بيكون عايز يعيش في بيت كبير في حمام سباحة بقى. He intends to visit Australia. يعني بينوي ان هو يزور استراليا. Most importantly والأهم من ده كله بقى he hopes his family and he will be very good, very happy and healthy. وطبعا فوق كل ده طبعا يتمنى ان عيلته تبقى سعيدة وفي اتم الصحة والعافية. خلي بالك الولد ده بيبين ان هو ولد he is a kind person. عشان كده لما نيجي نحل السؤال الرابع خلي بالك. طيب عندنا choose the correct answer from A, B, C or D. The main idea of the passage is about. الفكرة الرئيسية في القطعة دي عن ايه؟ روبرت تانج، كوالالمبور، غوانغيانغ or سنغافورة. طبعا عن روبرت تانج. Number two, Robert is a doctor, businessman, student, teacher. طبعا خلي بالك he is still a student. يعني هو ما زال طالبا. Number three, Robert likes his friend Lee because he makes him. بيحب صديقه لي لأنه يجعله يضحك، يأكل، يعيط، يلعب. طبعا عندنا هنا because he makes him laugh. بعد كده عندنا B, answer the following questions. Infer from the text or the passage that Robert is a kind to his family. خلي بالك ان كل القصة دي ان هو ايه اللي ما يدل في القطعة ان هو ولد لطيف عطوف كده حنين. طبعا هنا ممكن الجملة الاخيرة اللي هي he hopes his family and he will be very happy and healthy. بعد كده number five, what will Robert's job be when he grows up. يعني ممكن الوظيفة اللي هي هيبقى فيها روبرت لما يكبر هنا he will be a doctor. Or ممكن Robert's job will be a doctor when he grows up.
بعد كده السؤال السادس summarize the last paragraph of the text in one sentence، يعني لخص الفقرة الأخيرة في جملة، اللي هو من أول when he grows up Robert is not going to be a businessman like his dad. He hopes he will be a doctor. Perhaps he will live in a big house with a swimming pool. He intends للآخر. طبعا الكلام ده يدل على أن Robert Tang is an ambitious person. Robert Tang is an ambitious person. يعني روبرت تانج شخص طموح. ده رأي الشخص، يعني لو انت عايز تكتب حاجة معينة ممكن تكتبها مش مشكلة. بعد كده السؤال الرابع vocabulary and structures، وبعد structures وبعد كده ايه نحل الأسئلة الستة اللي كل سؤال عليه نصف درجة. Number one، a space is a person who researches and writes news articles. الشخص الذي يبحث ويكتب مقالات في الصحافة يعني. ويب ديزاينر، فوتوغرافر، جورناليست، راديو بريزنتر. طبعا عندي هنا جورناليست اللي هي صحفي. نمبر 2، هي دازنت هاف اني انرجي تو دو اني ثينج، هي از سبيس ناو. هو ما عندوش اي طاقه انه يعمل اي حاجه، شكله تعبان ومرهق بقى. هي از باورفول، تايرد، كليفر، هيفي. طبعا هنا ايه تايرد. نمبر 3، the word save can be replaced by space. يعني كلمة سيف يخزن أو يوفر أو ينقذ أيا كان، المهم يعني كان بي ريبليسد باي، يعني ممكن نحط كأني كلمة بتؤدي نفس المعنى. كيب، ليف، سبلاش، ليف. طبعا عندي هنا إيه كيب. نمبر 4، سبيس از ذا انتونيم اوف الايف. الايف يعني حي أو على قيد الحياة. طبعا هنا عندي ديد، ليف، لايف. خلي بالك على حسب على حسب موقع في الكلام. weak، dying. طبعا عندي هنا ايه dead يعني ميت او متوفي يعني. number 5، we can get the opposite of the word advantages by adding the prefix. ممكن تجيب البريفيكس البدائي لكلمة advantages علشان تجيب عكسها. undisirim. طبعا dis علشان تبقى disadvantages. Number 6، to form the adjective of the word tradition. علشان نجيب الصفة من الكلمة tradition we add the suffix، بتضيف اللي هي ايه able، ness، ment، al. طبعا نضيف al علشان تبقى traditional يعني تقليدي. السؤال ده 6 جزئيات عليه 3 درجات. نيجي بعد كده للسؤال الخامس، complete the sentences with the correct form of the word or words in brackets. ده بيكون عبارة عن 5 جمل بخمس درجات. طبعا بيكون الجزئيات دي جرامر فقط. طبعا الجرامر احنا شرحناه كله بالتفصيل على قناة دروس بلاش، عشان كده احنا بنحل على طول، احنا مش بنشرح يعني الا اذا مثلا في شرح سريع يعني كده انا بقوله. لكن الشرح التفصيلي لو وصلت القائمة التشغيل هتلاقي شرح تفصيلي الوحدة بيبقى فيها 3 او 4 او 5 فيديوهات، وفي واحدة تقريبا معرفش الواحدة الكام دي، ده كده 6 فيديوهات. نمبر 1، they had their lunch after they space studied English. خلي بالك خدنا قاعدة after و before. هنا after يعني هو عايز يقول لك تناولوا الغداء بعد ما ذاكروا English. خلي بالك طالما بعد ما ذاكروا English يبقى مذاكرة الإنجليش تمت أولا. الحدث الأول يبقى في الماضي التام والحدث الثاني في الماضي البسيط. يبقى هنا they had، خلي بالك had هنا بمعنى ate، had هنا بمعنى ate، اكلوا او تناولوا. they had ده ماضي بسيط يعني عايز افهمك يعني. they had their lunch after they had studied English. معنى ذلك ان first they studied English، في الاول they studied English then they had their lunch. بعد كده عندنا number 2، if we space live in Alexandria we would go to the beach every day. خلي بالك دي قاعدة ايه في الحالة الكام. اول ما ادي هنا فعل الشرط وبعد كده اداة الشرط سوري، وبعد كده فعل الشرط هنا يكون ازاي. هنا جواب الشرط would go، يبقى دي الحالة التانية. الحالة التانية بمعنى ان if يجي بعدها فعل الشرط يكون في الماضي، يبقى if we lived. number 3، the teacher told Heba that he checks her homework. يعني المدرس قال لي بقى ان هو صح على الواجب. خلي بالك هنا ده ريبورت سبيتش، وخدنا فيديوهين كاملين جرامر يعني ما شاء الله، يعني الفيديو كان تقريبا 50 دقيقة.
The teacher told him about that he طبيعي هنا يبقى checks ما ينفعش تبقى مضارع الزمن الأبعد اللي هو الماضي يبقى تحول مضارع بسيط إلى ماضي بسيط that he checked. Number four, are you going space visit your aunt tomorrow? طبعا the future سهلة جدا. Are you going to visit your aunt tomorrow? بعد كده آخر جملة, their space is a dangerous accident on the road to our school yesterday. كان هناك حادث في الطريق إلى مدرستنا أمس. خلي بالك طالما هنا أمس هنا, خلي بالك لو ما فيش yesterday ما كنتش يعني كان هيبقى عادي ذريز تمشي عادي ما فيش مشكلة, لكن yesterday هنا ماضي بسيط فبالتالي لازم تقول there was. There was means there were. خلي بالك a dangerous accident مفرد, لان انا ليه باكد المعلومه دي, في واحد ممكن في سؤال زي ده قبل كده قال لي ليه ما قلناش there were. There was علشان a dangerous accident ده حدث مفرد, حاجه مفرد. There were يجي بعدها جمع. بعد كده writing, write 110 words on the following. تكتب لي بقى a review on new cities in Egypt, يعني مقال عن المدن الجديده في مصر. نيجي بعد كده model test 12, عايزك تركز او في اللي جاي. طبعا احنا دلوقتي تقريبا داخلين على الدقيقة 17 والmodel test, وبعد كده 17 دقيقة تاني يعني, وال 35 او 40 دقيقة في هذا النموذج ال two models يعني. Finish the following dialogue. Nagi is at the tailor's to take his granddad's jacket. يعني ناجي في عند الترزي كده علشان ياخد الجاكيت بتاع جده. التيلور بيتكلم, good evening sir, مساء الخير يا سيدي, can I help you, اي خدمة يا فندم. فناجي بيقول له yes please, my granddad ordered a jacket from you, يعني كان طلب منك جاكيت. خلي بالك هيسأله سؤال ناجي, فتيلور بيقول له I'm sorry it is not ready yet. خلي بالك طالما قال له I am sorry it is not ready yet يعني الحاجة لسه مش جاهزة, فأكيد هنا ممكن الناجي قال له ممكن يقول له حاجتين, is it ready, فهيقول له I'm sorry it is not ready yet, وممكن يقول له تاني can I take it, طب أنا ممكن أخده, فبرضه هيرد نفس الإجابة I'm sorry it is not ready yet. مش لازم لما تشوف I'm sorry it is not ready yet مش لازم تجر على is it ready, مش شرط يعني. انت لو واحد كتب can I take it مقتنع ولا مش مقتنع, هو بيقول له طب ممكن اخد الجاكيت, فالتاني هيرد عليه التيلر اللي هو الترزي بيقول له I'm sorry it is not ready yet, can you come at 8 this evening, طب ممكن تيجي النهارده الساعة 8 يعني. الكلام ده يعني هو good evening بقى برضو بالليل, هنفترض يعني ان هم كان راح له الساعة 4 5 6 يعني تيجي الساعة 8. فطبعا ناجي هيقول له yes or no, خلي بالك هنا هيقول له I have a lot of homework this evening, أنا عندي واجبات كتير بالليل, فطبيعي ناجي يعتذر sorry I can't I have a lot of homework this evening. فالتيلور هيسأله سؤال هيحدد له معاد آخر, فناجي بيقول له good or great idea, tomorrow at 3 PM is ok, يعني بكرة الساعة 3 بعد الظهر كويس. فممكن هيقترح عليه التيلور أو هيسأله هيطلب منه what about tomorrow at 3 PM, طب وماذا عن يعني انت ايه رايك في بكره الساعه 3 ممكن تيجي تاخد الحاجه دي. فناجي بيقول له great tomorrow at 3 PM is ok. تايلور بيقول له has your granddad sent me the cost, يعني جده بعت معاك الفلوس, بلاش بقى الحركات دي. فكنت هيقول له yes or no, بس هنا هيقول له how much does it cost, يعني وبعد كده it costs 250 pounds for sewing. خلي بالك ان هو بعد كده هيقول كلام ناجي tomorrow I will get you the rest of the money. خلي بالك طالما the rest of the money يبقى هو اداله فلوس بس مش كلها, اداله فلوس بس مش كلها, بس هو ما بعتش جده. خلي بالك هيقول no he hasn't, how much does it cost, هيقول له it costs 250 pounds for sewing. فناجي هيقول له I can give you 100 pounds, انا ممكن اديلك دلوقتي 100 جنيه, or you can take 100 pounds, ممكن تاخد 100 جنيه دلوقتي, وان شاء الله tomorrow I will get you the rest of the money, انا هروح اخد من جده ال 150 جنيه اللي الباقي. طبعا بالازرق ده الاجابات والاحمر اللي هو الاسئله.
نيجي بعد كده للسؤال الثاني. read and complete the text with words from the following list. وطبعا الجزئيه دي فيها جزئيه غلط هنوضحها اثناء الحل. طبعا الجزئيه دي موجوده في برضو كتاب المدرسه page 62 صفحه 62 في كتاب المدرسه وصفحه 351 في كتاب المعاصر من الاخر. ده يونت 12 يونت A 12 عندي is be touching driverless driver environment. ما دلوقتي انا لو تفتكر من شويه لما انا بقول لك ما تترجمش الكلمات منفصله، طب ترجم لي از مش هتعرف، ترجم لي بي مش هتعرف، تاتشنج ممكن تعرف، درايفلس درايفر انفايرمنت، خد دول وابدا حل على طول وخليك جدع كده، انت راجل في ثالثه اعدادي بقى. ان ذا فيوتشر، طالما قال لك ان ذا فيوتشر يعني في المستقبل، ايه اللي في المستقبل ده اللي هيحصل؟ ان عندنا درايفلس كارز اللي هو السيارات اللي بدون سائق دي will change all of our lives، يعني هتغير حياتنا كلنا. We will be able to travel anywhere without touching the controls or even looking at the road، يعني انه ننتقل من مكان الى اخر الى اي مكان بدون لمس، without يجي بعدها gerund او noun، خلي بالك gerund او noun، هنا طبعا gerund الفعل المضاف الى ing بدون لمس the controls. The controls دي اللي هو مفاتيح التحكم بتاع العربية يعني. Or even looking at the road. Driverless cars will also be better for the طبعا the environment. طبعا هتكون أفضل للبيئة. Because they will be electric. خلي بالك هنا electric ناقصة واقعة من التكست، يعني هي المفروض تبقى electric موجودة. خلي بالك الكتريك تبقى موجوده، ارجع للنصوص هتلاقيها، هي بس خطا في الكتاب، يعني خطا فني في الكتابه. يعني انت المفروض هتبقى كلمه الكتريك دي تبقى مكتوبه هنا قبل اند يعني، وانت بتختار بي اللي هي فوق، يعني ما تقلقش قوي، هو خطا فني في الكتاب مش عندنا. يبقى هنا اخر جمله because they will be electric and will not cause pollution. اكتب عندك الكتريك يعني. بعد كده السؤال الثالث read the following then answer the questions. اقرا القصة الجميلة اللي من الخيال دي وعيش حياتك بقى وتخيل بقى الجريمة اللي هتحصل في هذا التكست. One morning Mr. Mohab al-Masri the owner of الحرية supermarket rang the police. يعني ذات صباح مستر مهاب المصري ده اتصل، صاحب يعني سوبر ماركت الحرية اتصل بالبوليس بيقول له My guard عثمان شريف has just phoned and told me thieves have stolen lots of money from my shop. يعني بيقول لهم الحارس بتاعي السكيورتي الامن يعني اسمه عثمان شريف اتصل بيا وقال لي في حرامية سرقوا فلوس كتير من المحل. Officer مرزوق، الضابط مرزوق and two policemen، وطبعا دي أول غلطة عندنا two policemen مش two policemen، أول غلطة، خد عندك الغلطات اللي هتيجي بعد شوية. Rushed to the supermarket، جريوا على إيه؟ على السوبر ماركت. إيه اللي حصل بقى؟ مستر مهاب المصري and the guard were waiting، يعني مستر مهاب المصري والجارد الحارس يعني اللي كان اللي هو عثمان يعني مستنيين. Officer مرزوق said يعني الضابط مرزوق قال عثمان يا عثمان تعال يا حبيبي please tell us what happened، قول لنا لو سمحت اللي حصل. The guard answered بدأ يرد I was sitting in my room at the back of the shop، يعني كنت قاعد في الأوضة اللي ورا كده خلف المحل. I heard the sound of breaking glass، يعني سمعت كده صوت كسر في الإزاز بيتكسر يعني. I turned on the lights but they were not working، يعني حاولت كده المفروض I tried to turn يعني ما علينا. I turned on the lights but they were not working، يعني جيت اشغل الكهرباء كده مش شغال. Someone had turned off the electricity، يعني حد معين الى الحرام يعني قفل الكهرباء قطع الكهرباء يعني. I went into the shop، دخلت المحل برضو يعني خلي بالك يعني دخل وهو الكهرباء مقطوعه، خلي بالك راجل كداب كبير قوي. I couldn't see anything، ما قدرش يشوف حاجه كويس ما فيش مشكله. Suddenly someone grabbed me and put a cloth over my face، يعني واحد كده يعني شدني كده وحط لي يعني كمامه او حته قماش كده يعني على وشي.
I couldn't breathe and fainted and I fainted يعني ما قدرتش اتنفس واغمى عليا. About an hour later برضو الحاجة الغريبة ان هو الواحد يبقى هل لما الواحد يغمى عليه يقعد ساعة مغمى عليه مغمى عليا مغمى عليا مش عارف برضو يعني هنا about an hour later دي انا مش مقتنع بيها. ما علينا. بعد ساعة I woke up صحيت استيقظت. As soon as I had recovered بعد ما استردت وعي I looked around the shop يعني استرد وعي وبص بقى حوالين المحل. The guard continued يعني استمر بيسرد بقى البي عثمان ده. بيقول the thieves had smashed the glass door to get in يعني الحرامية اللصوص يعني حطموا الإزاز الباب الإزاز ده علشان يدخلوا. After that they had turned off the electricity يعني بعد كده هم طفوا ايه النور يعني طفوا الكهرباء. خلي بالك بالحتة اللي جايه بقى next they attacked me and I fainted. خلي بالك هنا في جزئية طفوا الأنوار كلها بعد كده next they attacked me and fainted. هل كلامه صح؟ هل هم يعني بعد ما الناس طفوا النور خالص الحرامية طفوا النور خالص هم هجموا عليه؟ طب هم لما النور يبقى مطفي خالص هيشوفوه؟ طيب ده سؤال برضو يتبادر لذهنك وانت بتقرأ. Then they stole the money and escaped وسرقوا الفلوس وهربوا. So I found Mr. المصري. في الآخر خالص اتصلت بمستر المصري اللي هو the owner of the supermarket. ما علينا. Did you see the thieves؟ شفت الحرامية؟ Officer مرزوق asked. الضابط مرزوق سألهم. No, the guard replied. But I heard a voice يعني سمعت صوت كده It sounded like علي شوكت يعني صوته كده زي علي شوكت. علي مين علي شوكت ده؟ شوكت ده he used to work here يعني كان متعود ان هو يشتغل هنا كان ايه واحد من ضمن الناس اللي كانوا بيشتغلوا في المحل. طيب ما تيجي نحل اسئله بقى. Choose the correct answer from A, B, C or D. Space put a cloth over the guard's face. مين اللي حط قطعة القماش دي على وجه الحارس؟ The policeman, the teachers, the thieves, the doctors. طبعا سهلة جدا دي the thieves. Number two, someone had turned off the electricity so the space were not working. حد يعني طفى النور كهرباء عشان كده الايه اللي ما كانش شغال طبعا lights, books, tables or chairs طبعا هنا ايه lights. بعد كده who phoned Mr. مهاب المصري عندك عثمان the thieves officer مرزوق علي طبعا هنا ايه عثمان اللي هو ايه السكيورتي او الايه او الجارد. نيجي بعد كده الاسئله infer that the guard was not telling the truth يعني دلل من القطعه ان هو عثمان او الجارد ما كانش بيقول الحقيقه. الجزئيه اللي كان بيقول فيها اللي هي after that they had turned off the electricity then they attacked me and I fainted. ازاي طبيعي the thieves الحرامية او اللصوص naturally بشكل طبيعي couldn't see anything after turning off the electricity طبيعي بعد ما الناس او طفوا الانوار كلها طبيعي ما يقدروش يشوفوا. ده دليل على ان هو he was not telling the truth. ولو عندك سبب اخر برضو قوله. Number five, predict what officer مرزوق will do. طبعا تنبأ او يعني قول كده ان ممكن مستر او سوري officer مرزوق هيعمل ايه؟ اكيد هيقبض على مستر او عثمان. I predict officer مرزوق will arrest عثمان. بعد كده summarize the story in one sentence. لخص كل القصة دي في جملة واحدة. خلي بالك انا بقول لك جملة اللي هو لما نيجي نعمل summarize لما تيجي تبقى to summarize the story in one sentence لازم يكون في فاعل ثم فعل وممكن يكون في مفعول او لا. ده غير عنوان اللي يقول لك العنوان المناسب للفقره. لا العنوان المناسب غير السنتنس. هنا the guard اللي هو اسمه عثمان ماله reported to the shop owner مين هو؟ مستر المصري that thieves had broken in and stole lots of money. يبقى خلي بالك دي جمله واحده كلها دي جملة واحدة بس موضوع الكومة ده بيلعب دور. The guard هتقول اسمه عثمان ماله عمل ايه reported to the shop owner من هو the Mr. المصري the thieves had broken in and stole a lot of and stolen had broken in and stolen lots of money.
بعد كده نيجي لجزئية الـ vocabulary and structures. Choose the correct answer from A, B, C or D. Number one, a lion is a wild animal. Wild is the opposite of brave, confused, domestic, ancient. طبعا wild يعني متوحش أو كاسر. طبعا عكسها أليف. عندي brave شجاع, confused متوتر أو مرتبك, domestic. Domestic يعني أليف أو مروض يعني, ancient يعني قديم. بعد كده عندي number two, the castle was spaced by a tall fence. يعني عايز أقول لك القلعة كانت محاطة بسور عال. Damaged, surrounded, built, proved. طبعا هنا ايه surrounded, طبعا دي جزئية passive في الماضي. Number three, to give the antonym of the adjective normal we add the prefix. خلي بالك بنضيف ايه علشان تجيب عكس normal فهي abnormal. خلي بالك للأسف احنا بنسمعها كتير او انا بسمعها كتير, يقول لك الشخص ده abnormal, هو ولا يو ولا بي, هي يو ولا يو ولا بي خالص, هي A B, A B for book. خلي بالك ما تغلطش, ما تاخدش بالسامع, لا A B abnormal. طبعا U P دي لا خالص, للأسف في ناس بتختارها برضو, D I S I R. بعد كده number four, we add the suffix space to turn the verb pollute into a noun. يعني عشان نخلي pollute الفعل ده عشان تبقى noun, A N C E من T I O N or I N G. طبعا هنا I O N علشان تبقى كلمة pollution. Number five, the synonym of popular. معنى popular, popular يعني مشهور يعني, is well known, notorious, notorious, unknown, unusual. طبعا عندي well known اللي هي ايه مشهور, طبعا عندي notorious, notorious اللي هي يعني يعتبر مشهور او سيء او مشهور بافعاله السيئه يعني, دي صفه برضو يعني. Notorious, not notorious. طبعا عندي unknown وبعد كده unusual. بعد كده number six, the antonym of the word professional. الانتونيم عكس كلمة professional محترف. عندي co-pilot, governor, writer or amateur. طبعا amateur اللي هو ايه هاوي. خلي بالك كل ده عليه ثلاث ايه درجات. نيجي بعد كده number five, complete the sentences with the correct form of the word or words in brackets. عندنا خمس جمل خاصين بالجرامر. نبدأ رقم 1. Number 1, I think people be able to live on Mars in the future. يعني أعتقد أن الناس سوف يكونوا قادرين على أن يعيشوا على كوكب المريخ في المستقبل. يبقى هنا طبعا be able لازم تبقى فيها be, وهنا فيها think يبقى will. يبقى I think people will be able to live on Mars in the future. بعد كده number two, you should avoid space to sit on that fence, you may fall down. يعني تجنب انك تقعد على هذا السور, خلي بالك لانك انت ممكن تقع. avoid من الافعال اللي يجي بعدها جرند, خلي بالك خدنا الافعال اللي بيجي بعدها الفيرب بلس ان جي وفي افعال تو زاد المصدر. avoid من ضمن الافعال اللي بيجي بعدها الفعل المضاف له اي ان جي, avoid sitting. number three, my grandparents don't used to send emails. خلي بالك don't send, don't used to, قاعدة used to, النفي بتاعها مش بdon't خالص, النفي بتاعها بdidn't, didn't used to send emails. بعد كده number four, the lessons study by علي yesterday. خلي بالك الجزئية دي passive, الpassive لازم يجي لك جملة منه آخر السنة سواء كانت present passive or past passive. معظم الفيديوهات اللي فاتت كان دايما بتبقى الجملة رقم واحد, ما علينا مش مشكلة من ترتيب الجملة, أهم حاجة هتجيلك وخلاص. The lessons هنا الجمع, طبعا لازم الـ active and passive voice, طبعا دي passive, لازم يجي بعد نائب الفاعل اللي هنا في الماضي was or were والتصريف الثالث. طبعا طالما عندي the lessons يبقى were studied, يبقى the lessons were studied. هتسألني ليه مش was, هقول لك تبقى was لو the lesson واحد, the lesson was studied by Ali yesterday, لو هنا the lessons were studied by Ali yesterday. بعد كده اخر جملة number five, علي didn't eat this meal until his father's space comes. خلي بالك خدنا قاعدة اللي after و before و until. خلي بالك until يعني لغاية او حتى, يبقى علي ما اكلش الوجبة بتاعته الا لما بعد ما باباه وصل. خلي بالك يعني معنى ذلك انه باباه وصل الاول
وبعد كده هو ايه اكل. خلي بالك until يجي بعدها ماضي تام، زمن ماضي تام، يبقى علي didn't eat his meal until his father had come. يعني بمعنى اصح يعني علي's father came then they ate their meal. بعد كده السؤال الاخير هنا writing write 110 words on the following review on mongooses. طبعا ده الكلام ده موجود في كتاب المعاصر برضو 371. كده انتهينا من النموذجين ال 11 وال 12. يتبقى لنا الموديل تيست 13 14 and 15. Thank you.